لطلبات تقدم لنا لنوفر المعدات من التكنولوجيا المتطورة جدا للأمن. ولكني لم أكن أريد أن يكون هناك بين فرنسا ومصر فقط علاقة دفاع أو أمن، رغم أن التهديدات كبيرة والأمن ضروري وأننا نعمل معا لذلك في إطار مبادئنا. ولكن لهذا السبب شجعت الشركات الفرنسية على التواجد في المجالات التي حددتها مصر والتي تراها أساسية. وسأذكر مثال واحد لأنه مثال يشبه ما يمكن أن نفعله مع دول نامية أخرى. المدينة المستدامة، المدن المستدامة هي مواضيع هامة ليس فقط تكنولوجيا وعلميا ولكن أيضا إنسانيا. المدن تتعرض لضغوط كبيرة في إفريقيا في آسيا، وإن لم تتوفر البنى التحتية التي تستجيب لهذه الاحتياجات فهذه المدن سوف تتعرض للجمود والشلل وسوف تواجه صعوبات جمة لن يقبل بها سكان هذه المدن. والدول المعنية قد تتأثر في المدى الطويل بهذا التطور الحضري الفوضوي. وفرنسا عاشت مثل هذه التجارب في الماضي وأدت بها إلى تحسين أدائها فيما يتعلق بالمدن المستدامة. لهذا السبب حرصت على أن نقدم كل تكنولوجياتنا في مجالات متعددة، البناء، النقل، الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة، الكفاءة في استخدام الطاقة، لنضعها بتصرف دول كبرى مثل مصر ودول أخرى من أجل ضمان تنميتها. هذه الدول تواجه نموا سكانيا كبيرا وهذا يفترض بنا أن نرافق الشباب وأن نعطيهم الإمكانات التي يحتاجون إليها، وهذا تحدي عالمي وشامل. فإن لم تتمكن هذه الدول من الاطلاع أو بالتحكم بهذه الإمكانات وسد هذه الاحتياجات فهناك مخاطر بيئية وبالتالي مخاطر سياسية. من بين الشركات التي ترافقني اليوم هناك شركات كثيرة عاملة في مجال المدن المستدامة. سيد الرئيس، أجبت على أسئلتي قبل أن أطرحها. هناك أسئلة عديدة تتعلق بالتعليم والتربية ومجالات أخرى وأشكركم. سؤال أخير يتعلق بالطاقات المتجددة. كما تعرفون سيد الرئيس هذه الطاقات المتجددة تكتسي أهمية متزايدة في مصر، وكما قلتم من المفروض أن تسد 20% من احتياجات الطاقة الشاملة. والطاقات المتجددة، الطاقة هي من المجالات المدعومة في مصر. الشركات الفرنسية التي لها كفاءة عالية في هذا المجال تهتم بالسوق المصري، ونحن نود أن يكون هناك تعاون أكبر لمصلحة البلدين. ما هي المبادرات التي يمكن أن تفكر بها في هذا المجال؟ في هذه اللحظة بالذات وزيرة البيئة الفرنسية في نيويورك للتحضير للتوقيع على اتفاقية باريس للتغيرات المناخية، وفرنسا سوف تنشر برنامجها من أجل تنمية التكنولوجيات البديلة. فما نقترحه على الآخرين يجب أن ننفذه في بلادنا قبل كل شيء. نحن نطمح إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة لتتجاوز 20% من الطاقة المستهلكة في فرنسا من الآن وحتى عام 2020. ولهذا السبب نحن نريد مضاعفة إنتاجنا من الطاقة الهوائية ومن الطاقة الشمسية.
هذه الإمكانات المتوفرة في فرنسا للطاقات المتجددة نريدها أن تكون أيضا فرصة وأن نضعها بتصرف في دول أخرى. فمع الطاقات البديلة يمكنكم أن تتجاوزوا عدة أجيال في الصناعة. مثلا الطاقة الأحفورية لن تختفي هذه الطاقات. أعرف الأمال التي تعقدها مصر على استغلال الطاقة الغاز والنفط، رغم أني لا أنصح باستخدام الفحم. والاستثمارات هذه محكومة عليها تكنولوجيا وصناعيا، وعلينا العمل للاستفادة من الطاقات المتجددة ذات الكلفة المنخفضة. فلا يجوز زيادة سعر الطاقة للمستهلك، ولهذا الطاقات المتجددة يجب أن تكون قدرتها التنافسية كبيرة جدا وأسعارها تنافسية، وعلينا أن نخفض كلفتها في المستقبل. لهذا السبب نريد أن نقيم شراكة حقيقية مع مصر في مجال الطاقات المتجددة والبديلة. وبالأمس تم التوقيع على عدد من الاتفاقات، والوكالة الفرنسية للتنمية سوف تمول بعضها. هناك محطات أيضا سوف يتم التوقيع عليها ربما لاحقا للكهرباء ولتجديد عدد من محطات التوليد الكهرباء. وعلينا نحن أن نبين أن هناك شراكة حقيقية وقوية بين فرنسا ومصر يمكن أن تكون مثالا يحتذى به للدول الأخرى. شكرا جزيلا. Monsieur le Président, عبد الفتاح السيسي, François Hollande, vous nous avez fait un grand honneur d'inaugurer le Forum économique France-Belgique. Nous avons beaucoup apprécié vos discours. Ils nous donnent un nouvel élan et beaucoup d'espoir pour augmenter de manière ambitieuse les investissements bilatéraux. تبدو الأهداف التجارية بين الدولتين، ونتمنى بالفعل أن تكون مصر في صدارة الدول التي تقبل الاستثمارات الفرنسية. شكرا جزيلا. نقلنا لكم إذن مشاهدينا الكرام من فندق